بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، فهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. وقد جمع بين ذلك في قوله: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، فهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه على عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. كل ما ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حق لا يحتاج إلى تعريف، ولكن اتصال عن القلوب الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تحله أو تظله، فإن هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فهو سبحانه قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المقطع من كلامه يعود إلى مسألة العلو الذي سبق ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوته لله سبحانه وتعالى، وأنه فوق مخلوقاته مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته سبحانه وتعالى. هذا تقدم بالأدلة، ولكنه أعاد ذكره ليجمع بينه وبين المعية، فكما أنه فوق سماواته مستوى على عرشه فإنه مع خلقه كما دلت على ذلك الأدلة. والله جمع بين علوه على عرشه وبين معيته لخلقه في آية واحدة، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فدل هذا على أنه لا تنافي ولا تعارض بين علوه على خلقه ومعيته لهم وقربه منهم، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا ينتفي في حقه أو يتعارض في حقه سبحانه العلو فوق السماوات وفوق المخلوقات ومعيته للخلق، لا يتعارض كونه مع خلقه مع كونه فوق سماواته، ولا يتعارض كونه فوق سماواته مع كونه مع خلقه، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. في هذه الآية يخبر أنه استوى على العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات، وهو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات، وليس فوقه شيء إلا الله سبحانه وتعالى. ومع هذا
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فكونه مستويا على العرش لا يتنافى مع علمه بما يخرج من الأرض وما يلج فيها ولا بما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فعلمه سبحانه في كل مكان، علمه لا يخلو منه مكان في السماوات ولا في الأرض. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أما ذاته سبحانه فإنه بذاته فوق مخلوقاته، مستوى على عرشه، يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل في الأرض من الأموات ومن البذور وغير ذلك، وما يخرج منها من النباتات ومن الأموات يوم البعث، ومن الكنوز التي تستخرج من بطن الأرض والمعادن، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى. وما ينزل من السماء من الملائكة والمطر والأوامر الربانية، وما يعرج فيها وما يصعد، يعرج يعني يصعد، من الأعمال الصالحة والأقوال طيبة، إليه يصعد الكلم طيب والعمل الصالح يرفعه، وما يصعد إلى السماء من الملائكة الكرام، فإن الملائكة تنزل بأوامر الله وتصعد إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد وما أمرها الله تعالى به، وكذلك ما ينزل من السماء من المطر الذي به حياة المخلوق، به حياة الأرض وحياة الخلق، وما يعرج إلى السماء من أرواح بني آدم المؤمنين، فإن أرواح المؤمنين إذا قبضت تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، ويصعد إلى الله ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء مما يصعد إلى السماء. ثم قال: وهو معكم أينما كنتم. معكم يعني بعلمه وإحاطته لا بذاته، فليس هو مختلطا بالخلق، وإنما المعية معية علم وإحاطة مع جميع المخلوقات. وليس هذا من التأويل كما يظنه الجهلة أو أصحاب المغالطات. تفسير المعية هنا بالعلم ليس هو من التأويل، لأن المعية لها عدة معاني، المعية لها عدة معاني في اللغة العربية، منها العلم والاطلاع، فهو سبحانه يطلع على عباده وهم في الأرض وهو فوق السماوات، يطلع ويعلم ما يصدر منهم، فعلمه وإحاطته معهم أينما كانوا. وهو معكم أينما كنتم، يعني في أي مكان، سواء كنتم بارزين أو كنتم مختفين، خالين بأنفسكم، خالين عن الناس، فإنكم لا تخلون عن الله وعن نظر الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يحجب بصره شيء، ليس دونه شيء سبحانه وتعالى، ليس دونه شيء، لا يحجب رؤيته وعلمه وبصره شيء في الأرض ولا في السماء. ولله المثل الأعلى، القمر، القمر مخلوق من المخلوقات، وهو في السماء الدنيا، هو أقرب الكواكب إلى الأرض، هو في السماء الدنيا، وهو مع المسافر ومع المقيم في البلد، مع الناس كلهم، كلهم يستضيئون بنوره، وأينما توجهت فالقمر فوقك تشاهده ويتابعك، سواء كنت على السطح أو في داخل المنزل أو كنت في بر مسافر تمشي مع في البر، أو كنت في الشوارع والأسواق، أينما رفعت رأسك تشوف القمر. فإذا كان هذا في شأن مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ والعرب تقول: ما زلنا نسير والقمر معنا. معنا يعني يمشي معنا؟ لا، معنا يعني بالمصاحبة، لأن المعية لمقتضى المصاحبة، فهو مصاحب لهم، هو فوقهم في السماء وهو معهم.
أينما توجهوا فإن القمر فوقهم ويصاحبهم. وليس معناه أنك إذا مشيت ورحت أنك يختفي القمر عنك أو ما ترى، لا. ثم قال: وهو معكم أينما كنتم. معكم يعني بعلمه وإحاطته لا بذاته، فليس هو مختلطا بالخلق، وإنما المعية معية علم وإحاطة مع جميع المخلوقات. وليس هذا من التأويل كما يظنه الجهلة أصحاب المغالطات. تفسير المعية هنا بالعلم ليس هو من التأويل، لأن المعية لها عدة معاني. المعية لها عدة معاني في اللغة العربية، منها العلم والاطلاع، فهو سبحانه يطلع على عباده وهم في الأرض وهو فوق السماوات، يطلع ويعلم ما يصدر منهم، فعلمه وإحاطته معهم أينما كانوا. وهو معكم أينما كنتم، يعني في أي مكان، سواء كنتم بارزين أو كنتم مختفين خالين بأنفسكم خالين عن الناس، فإنكم لا تخلون عن الله وعن نظر الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يحجب بصره شيء، ليس دونه شيء سبحانه وتعالى، ليس دونه شيء، لا يحجب رؤيته وعلمه وبصره شيء في الأرض ولا في السماء. ولله المثل الأعلى، القمر. القمر مخلوق من المخلوقات، وهو في السماء الدنيا، هو أقرب الكواكب إلى الأرض، هو في السماء الدنيا، وهو مع المسافر ومع المقيم في البلد، مع الناس كلهم، كلهم يستضيئون بنوره، وأينما توجهت فالقمر فوق تشاهده ويتابعك، سواء كنت على السطح أو في داخل المنزل، أو كنت في بر مسافر تمشي مع في البر، أو كنت في الشوارع والأسواق، أينما رفعت رأسك شوف القمر. فإذا كان هذا في شأن مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ والعرب تقول: ما زلنا نسير والقمر معنا. معنا يعني يمشي معنا؟ لا، معنا يعني بالمصاحبة، لأن المعية لمقتضى المصاحبة، فهو مصاحب لهم، هو فوقهم في السماء وهو معهم أينما توجهوا، فإن القمر فوقهم ويصاحبهم. وليس معناه أنك إذا مشيت ورحت أنك يختفي القمر عنك أو ما ترى، لا، القمر يتابعك أينما ذهبت، التفت ورفعت رأسك القمر معك، نوره وضياؤه يلازمك أينما كنت، وهو ليس مختلطا بالناس وليس مع الناس. فإذا كان هذا شأن مخلوق من مخلوقات الله، فشأن الله أعظم سبحانه وتعالى. إذن المعية مطلق المصاحبة والمقارنة من غير مماسة ولا مخالطة، هذا من معانيها، معانيها المصاحبة والمقارنة، وإن لم يكن هناك مصاحبة وإن لم يكن هناك مقارنة ومماسة. تقول مثلا: زوجتي معي، زوجتي معي، بمعنى أنها في عصمتك، ويمكن أن زوجك في الرياض وأنت في مصر أو في المغرب أو في أمريكا، تقول: زوجتي معي، بمعنى أنها في عصمتك وأنك لم تطلقها. هل يأتي متحذلق ويقول: ما زوجتي معي، معناها أنها معك في المشرق ولا في المغرب؟ ما يستطيع يقولها. زوجك معروف أنها بالرياض ولا بأي مكان، وأنت في مكان آخر، يمكن بينكم مسافة أشهر، ومع هذا تقول معي، معية، معية خاصة، معية ملازمة ومعية اقتران، فالمعية تختلف باختلاف مواردها. تقول مثلا: متاعي معي، معي استعدادي، معي طعامي وشرابي، وهو ما هو معك في مخباتك ولا هو معك، بمعنى أنه في بيت ولا سيارة وأنت مسافر، تقول: معي استعدادي وزادي، وهو ما هو معك، بمعنى أنك تحمله أو أنه ملاصق لك، ولكنه معك في السيارة أو على الدابة. فمعنى المعية هنا المصاحبة، معي زادي، معي بمعنى أنه مصاحب لك، ولو لم يكن ملاصقا لك قد يكون بعيدا عنك. فالمعية ليس معناها
الملاصقة والمماسة دائما، هي لها معاني ويتفسر في كل موضع بحسبها. تقول علمي معي، فكري معي، عقلي معي، وما يشاف، لا يشاف عقل ولا يشاف فكر ولا. وين هو اللي معك؟ ما معك شيء. أنا أشوفك الآن ما معك شيء. هذا أمر معنوي، بمعنى أنه مصاحب لك ومقارن لك، وإن لم يكن شيئا يرى ملاصقا لك ومتصلا بك اتصالا محسوسا يشاهد. المعية، المعية حسب موارده. فدل على أن المعية لها معاني، ما هي مقصورة على المخالطة والمماسة والمحاذات، وإنما لها معاني هي لمطلق المصاحبة والمقارنة، سواء كان هذا المصاحب والمقارن فوقك أو عن يمينك أو عن شمالك أو مماسا لك وملاصقا لك. المعية عام، فمعية الله لخلقه تفسر بأنها اطلاعه عليهم وعلمه بأحوالهم، وهو فوق سماواته سبحانه وتعالى لا يخفون عليه. فليس هذا من باب التأويل كما يركز عليه المغرضون الذين يقولون إن أهل السنة يؤولون، ونقول لهم كذبتم. هذا ليس من التأويل، هذا من التفسير، لأن المعية لها عدة معاني تفسر في كل موضع بحسبها، وليس هذا من التأويل. من الذي حصر المعية بأنها المحاذات والمخالطة؟ من هو اللي حصر هذا؟ هاتوا لنا واحد من أئمة اللغة قال هذا الكلام. لكن لضلالكم أو لجهلكم، إما لضلالكم وتمويهكم على الناس أو لجهلكم بمعنى اللغة، قلتم إن السلف يؤولون، لأنهم فسروا وهو معكم أي بعلمه وإحاطته. فهذا إما صادر عن جهل، وإما صادر عن تعمية وتلبيس على الناس. هذا معنى مع في لغة العرب. فتفسير المعية بأن معية الله لخلقه بأنها مخالطته لهم مردود من عدة وجوه ذكرها الشيخ هنا. أولا أنه خلاف اللغة، خلاف اللغة العربية. قد عرفتم معنى المعية في اللغة العربية، وأنه يفسر في كل شيء بحسبه، وأن لها عدة معاني، ليس معنى، ليس محصورة في معنى واحد يقال إذا صرفت عن هذا المعنى إنها أولت. لا، الشيء إذا كان له عدة معاني وفسر بأحدها فإن هذا يسمى تفسيرا ولا يسمى تأويلا كما تقولون. الثاني أن هذا القول مخالف لما في الكتاب والسنة من نفي الحلول وإثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وأنه فوق مخلوقاته. فتفسير المعية بالحلول هذا مخالف للأدلة القرآنية والأحاديث النبوية التي تثبت أن الله فوق مخلوقاته، مستو على عرشه، ليس حالا في مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك، فهو أكبر من كل شيء، هو أكبر سبحانه وتعالى من كل شيء. وإذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض، الكرسي وسع السماوات والأرض وهو مخلوق، والعرش أعظم من الكرسي، العرش أعظم من الكرسي، والكرسي وسع السماوات والأرض، فكيف بذات الله جل وعلا الذي لا يشبهه شيء جل وعلا؟ هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، فكيف يكون حالا في مخلوقاته كما تقولون؟ هذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة. ثالثا، هذا خلاف الفطرة، خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فإن الناس متعلمهم وجاهلهم وبدويهم وحضريهم كلهم إذا دعوا الله يتجهون إلى العلو، قلوبهم تتجه وفطرهم تتجه إلى العلو، لا يسألون الله يمينا أو شمالا، وإنما يتجهون بأبصارهم وبأيديهم وبقلوبهم إلى العلو. وهم ما تعلموا، ما تخرجوا من جامعات ولا درسوا كتب العقائد، عوام بدو ما تعلموا ولا تخرجوا من جامعات، ومع هذا كلهم شعورهم
ولا قيل لهم أيضا، ما قيل لهم هذا الشيء، ولكن شعورهم وفطرتهم تتجه إلى السماء، تتجه إلى الله جل وعلا في السماء، فمن يغير هذه الفطرة؟ هذا دليل قاطع على علو الله سبحانه وتعالى، حيث إن الفطر تتجه إلى العلو. وقد جاء في الحديث أن سليمان عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي للناس فرأى نملة، هذا من أحاديث البلوغ في بلوغ المرأة، رأى نملة مستلقية رافعة قوائمها إلى السماء وهي تسأل ربها وتقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال عليه السلام لقومه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. هذه نملة هي متخرجة من جامعة، هي دارسة من العقائد، لكن الله فطرها على هذا، الله جل وعلا فطرها على هذا. وكل المخلوقات حتى البهائم حتى النمل تتجه إلى السماء، ضرورة جعلها الله في قلوب الناس. لكن الجهمية قبحهم الله لما خربت فطرهم وانتكست فطرهم، اعتقدوا خلافها، هذا من فساد الفطرة. رابعا، ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي سبق بعضها أن الله جل وعلا في السماء، ألا تأمنوني، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ويقول صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الأحاديث متواتر، والمتواتر هو ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من بداية السند إلى نهايته، جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة، يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا هو المتواتر. أحاديث العلوم متواترة، جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق متواترة أن الله في السماء، فكل هذه الأدلة ترد على الحلولية وتثبت أن الله في السماء، وأنه لا تنافي بين كونه في السماء وكونه مع عباده بعلمه وإحاطته ورؤيته وبصره سبحانه وتعالى، لا بذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وسيأتي زيادة تقرير لهذا المعنى، معنى كونه في السماء ومعنى أنه مع عباده سبحانه وتعالى. نعم. فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وسبحانه فوق عرشه، كما دلت على ذلك الأدلة، والاستواء ثابت بدليل السمع، يعني بالأدلة السمعية لا بدليل العقل، وإنما بدليل السمع. أما العلو فإنه ثابت بدليل العقل ودليل السمع ودليل الفطرة، ثابت بدليل العقل ودليل السمع ودليل الفطرة، هذا العلو. أما الاستواء فإنه صفة فعل، العلو صفة ذات، وأما الاستواء فإنه صفة فعل ثابت بالسمع فقط، وهو ما جاء في القرآن والسنة من الأدلة السمعية. هو فوق سماواته سبحانه وتعالى، وهو مع خلقه بعلمه، مطلع عليهم، مهيمن عليهم. مهيمن، الهيم، المهيمن مأخوذ من الهيمنة، ومعناها السيطرة والتصرف في المخلوقات، فهو مهيمن بمعنى أنه مسيطر على كل الخلق ومتصرف فيهم. وقيل المهيمن أصله مؤيمن بالهمز من الأمن، فأبدلت الهمزة هاء صار مهيمن، فمعنى المهيمن الذي يؤمن عباده مما يخافون، يؤمن عباده مما يخافون من الأمان. ومن أسمائه المهيمن كما في آخر سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. فهو مهيمن على خلق، مالك لهم، متصرف فيهم، مدبر لهم، لا يخرج أحد
عن تدبيره وتقديره وإحاطته سبحانه وتعالى، كما أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة، بمعنى أنه يحكم عليها. القرآن يحكم على الكتب السابقة فيصدقها وينسخ ما ينسخ منها ويكذب ما ألصق بها وحرف منها، يبين تحريفه وكذبه. فالقرآن مهيمن، ما شهد له القرآن بالصحة فهو الصحيح. فالهيمنة معناها عام للإحاطة والسيطرة والأمان من الخطر إلى غير ذلك، كله داخل في اسمه سبحانه وتعالى المهيمن. فهو مهيمن على خلقه بعلمه وإرادته وإحاطته وتقديره وتدبيره وسمعه وبصره إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، يعني أن المهيمن من معاني الربوبية. وكذلك علمه بخلقه تدبيره، كل هذا من معاني الربوبية، من صفات الرب سبحانه وتعالى. نعم. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله بأنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحذير. حق على حقيقته، أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، ليس هو من باب المجاز أو من الكلام الذي يحتاج إلى تأويل وصرف عن ظاهره، بل هو على ظاهره حقيقة لا مجاز. هو فوق عرشه سبحانه وهو مع خلقه بعلمه وإرادته وتدبيره وسمعه وبصره، وليس هذا من باب التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره، بل هو حق لله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يحتاج إلى تحريف، تحريف الجهمية ومن سار في ركابهم من المعتزلة والأشاعرة وسائر الفرق الضالة التي تؤول استواءه على العرش بالاستيلاء، وتؤول علوه على خلقه بعلو القهر والقدر. يقول هو القاهر فوق عباده، يعني بقهره، وهو والعلو يفسرونه بعلو القدر. أهل السنة يقولون هو فوق مخلوقاته بذاته وبقدره وبقهره سبحانه وتعالى. أنواع العلو ثلاثة: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. فأهل السنة يثبتون معاني العلو الثلاثة. أما أهل التعطيل فإنهم ينفون علو الذات ويثبتون علو القدر وعلو القهر فقط، فلا يعتقدون أن ربهم في السماء، ولا يثبتون له العلو، ولا يثبتون له الاستواء على العرش. ثم هم مختلفون في شأنه سبحانه، فغلاتهم الجهمية يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمنه ولا يسره ولا يعتمدون على النفي ولا في حق الله سبحانه وتعالى. معنى هذا أنه معدوم، لأن الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا معناه أنه معدوم، فمعناه أنه ليس لهم رب. ولهذا يقول العلماء المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما، لأن هذا النفي المتكرر لا 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 لا، كل شيء منفي عن الله، السمع، البصر، الحياة، العلم، الاستواء، العلو، معنى هذا أنه معدوم، تعالى الله عن ذلك. هذا غلاتهم. ودونهم من أهل الضلال من يقول إن الله حال في المخلوقات، وهم الحلولي يقولون ليس على العرش ولا فوق السماء، وإنما هو حال في خلقه. هذا ولا يسمون الحلولية كالحلاج وأتباعه، تعالى الله عما يقول. هذا كفر، هذا كفر واضح، القول بالحلول كفر واضح والعياذ بالله، لأنه تنقص لله عز وجل وجحد لكماله وعلوه وتكذيب لكتاب الله ولسنة رسوله ولإجماع المسلمين وما اتفقت عليه الشرائع. فالقول بالحلول كفر صريح والعياذ بالله، كما أن التعطيل أيضا كفر صريح.
ومنهم طائفة يقولون يجمعون بين الأمرين، يقولون إنه فوق سماواته وهو حال في خلق، فوق سماواته وحال في خلق، فيتناقضون يثبتون هذا وهذا. نعم هو فوق السماوات هذا صحيح، لكن حال في خلقه هذا باطل، هذا كلام باطل. وهم نوع من الحلولية، لكن زادوا على من قبلهم لأنهم يثبتون العلو، لكن يقولون هو حال في خلقه، تناقض، معناه يبطلون ما أثبتوا. فهذه أقسام أهل الضلال في مسألة العلو. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن الله جل وعلا فوق سماواته، عال على مخلوقاته بذاته وقدره وقهره، ومستو على عرشه كما دلت على ذلك الأدلة، وهو مع عباده بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج، وهو معه. إذا قرأت الآية زال الإشكال، إذا قرأت هذه الآية زال الإشكال كله. وهذه الآية ترد على جميع طوائف الضلال في مسألة العلو وفي مسألة الحلول. نعم، أنه فوق عرشه وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، لا يحتاج إلى تحريف وتأويل كما يقوله. وليس هذا من التأويل الذي يدعونه على أهل السنة، بل هذا من التفسير، تفسير المعية بأحد معانيها. نعم، ولكن يصان على ظنون كاذبة. نعم، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. هذا تنبيه من الشيخ رحمه الله عن الخواطر الشيطانية، مثل أن يتوهم أن معنى قوله في السماء، في السماء، أن السماء تقله سبحانه وتعالى، السماء تقله بمعنى أنه محتاج إليها كحاجة الراكب إلى ما تحته، فإن الله غني عن السماء وعن كل شيء، فإن الله غني عن السماء وعن كل شيء، وليست السماء تقله، بل هو الذي يمسك السماء ويمسك الأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالسماوات والعرش والكرسي محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يمسكها وهو الذي رفعها بقدرته بغير عمد، بغير عمد ترونها، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، هو الذي رفعها وهو الذي يمسكها بقدرته سبحانه وتعالى، وليست هي التي تمسكه أو تقله أو هو محتاج إليها كحاجة الراكب إلى ما تحته، تعالى الله عن ذلك. لا يتوهم هذا أحد أن السماء تقله سبحانه وتعالى أو تظله، تظله بمعنى أنها تكون فوقه كما في حديث النزول، ينزل الله جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ليس معنى نزوله أن السماء تكون فوقه، تعالى الله عن ذلك، وإنما هذا نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وإلا هو ليس فوقه شيء، فلا يظله شيء من مخلوقاته. ومعنى كونه في السماء كما سبق لكم أن السماء إذا فسرت بالعلو فهي على بابها ظرفية، في السماء يعني في العلو فوق المخلوقات. أما إذا أريد بالسماء السماء المبنية فإن في تكون بمعنى على، بمعنى على، كقوله تعالى فسيروا في الأرض يعني على الأرض، فإن في تأتي أحيانا بمعنى على، سيروا في الأرض يعني على الأرض، ولو صلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، ففي تأتي بمعنى على. فإذا فسرت السماء بالسماء الأجرام المبنية فمعنى كونه في السماء أي على السماء فوقها سبحانه وتعالى. فالسماء لا تظله سبحانه وتعالى ولا يكون في داخلها ولا يحل في شيء من خلقه، لا في السماء ولا في الأرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهو أعظم من كل شيء. والسماوات والأرض بالنسبة إليه كلا شيء، كخردل في يد أحدكم،
فالسماوات والأرض وجميع المخلوقات بالنسبة إليه كلا شيء، فكيف تظله أو تقله سبحانه وتعالى؟ وإنما هذه المخلوقات كلها بحاجة إليه، هو الذي أوجدها وهو الذي رفع السماوات ورفع العرش والكرسي، وهو الذي يمسكها أن تزول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، لولا أن الله أمسك السماوات لوقعت على الأرض، لأن الشيء المرتفع إذا لم يكن له شيء يمسكه سقط على ما تحته، فلولا أن الله يمسك السماوات بقدرته سبحانه لسقطت على الأرض، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى. إذن فليس هو بحاجة إلى العرش، فلا يفهم فاهم أو يظن ظان أن معنى قوله استوى على العرش أنه محتاج إلى العرش، أو يظن ظان أن معنى كونه فوق السماوات أنه محتاج إلى السماوات كحاجة الراكب إلى ما تحته، فإنه سبحانه غني عن كل شيء، وكل شيء محتاج إليه سبحانه وتعالى. نعم. يجب أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل في إجماع أهل العلم والإيمان. هذا باطل، الاعتقاد هذا باطل في إجماع أهل العلم، في إجماع أهل العلم والإيمان، أهل العلم من الرسل وأتباعهم وأهل الإيمان توحيد، وإنما هذا ظن المشركين والجهال والضلال. أما أهل العلم فإنهم ينزهون عن هذا الظن، وكذلك أهل الإيمان الصحيح ينزهون عن هذا الظن، فمن ظن هذا فإنه ليس بمؤمن، وإن ادعى أنه علم فإنه جهل وليس بعلم، هذا جهل وليس بعلم. لو ادعى أنه فهم من الآيات في السماء أن السماء تقله نقول له فهمك خطأ، وهذا جهل منك، وليس معنى النصوص ما فهمته، وليس هذا علم، وإنما هو جهل وضلال يجب التوبة منه. نعم. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا دليل ما سبق أن الله أعظم من كل شيء. إذا كان كرسيه الذي هو موضع القدمين كما في الحديث قد وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم من الكرسي، فإذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض وهو أقل من العرش، فكيف بذات الرب سبحانه وتعالى؟ إذا كان هذا مخلوق، هذه سعته وهذا عظمه، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. نعم. وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني فليست السماوات والأرض هي التي تمسكه، وإنما هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. إذن فهو ليس بحاجة إلى السماوات والأرض، وإنما الأرض والسماوات بحاجة إليه سبحانه وتعالى. نعم. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، كذلك الذي أمسك السماء ورفعها على سعتها وعظمها وثقل أجرامها وكثافتها وما فيها من الأفلاك والكواكب، الذي رفعها فوق الأرض وجعلها سقفاً للأرض هو الله سبحانه وتعالى، فهي بحاجة إليه ليمسكها، وإلا لولاه جل وعلا لسقطت على الأرض. من آياته أي العلامات، الآية معناها العلامة، أي من العلامات الدالة على قدرته واستحقاقه للعبادة دون غيره أن تقوم السماء والأرض بأمره، السماء والأرض، هذا النظام الكوني، هذه الأرض بطباقها وسعتها، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. فالذي خلق هذه الكائنات العلوية والسفلية دليل على ربوبيته واستحقاقه للعبادة. ومن آياته أن تقوم السماء عالية مرتفعة بما فيها من الأجرام الهائلة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولو قرأتم ما يذكره الفلكيون
رواد الفضاء الآن من الأجرام ومثاقيل الأجرام لتعجبتم. كل هذا في الفضاء وفي الكون، من الذي رفعه؟ من الذي أمسكه؟ مع أنه علمهم قليل، علمهم قليل ومحدود، ومع هذا يذكرون أشياء عجيبة. من الذي أمسك هذه الأجرام في الفضاء ولم تسقط على ما تحتها إلا الله جل وعلا؟ تقوم السماء في مكانها ولا تتغير ولا تنزل ولا تضطرب، وتقوم الأرض في مكانها أيضا فلا تزول ولا تضطرب. من الذي أقامها على هذا الشكل إلا الله جل وعلا؟ فدل على أنها محتاجة إليه وهو غني عنها، هو الذي يقيمه، أن تقوم السماء والأرض بأمره. يعني لا يحتاج أنه سبحانه وتعالى لا يحتاج أنه يباشر هذا الشيء ويحملها، وإنما بأمره، يقول للشيء كن فيكون، يقول للشيء كن فيكون. نعم. وقد دخل في ذلك الإيمان لأنه قريب المجيب، كما جمع علينا ذلك في قوله. وقد دخل في ذلك يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بأنه قريب مجيب. لما ذكر المعية ذكر القرب، والمعية أعم من القرب، لأن المعية تكون مع المؤمنين ومع الكفار. المعية قسمان، معية عامة تعم جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، الله معهم بمعنى أنه محيط بهم، يعلم ما يصدر منهم ولا يخفون عليه، ومعية خاصة بالمؤمنين بالنصر والتأييد والإعانة والتسديد. أما القرب فإنه خاص بالمؤمنين، القرب خاص بالمؤمنين، فهو مثل المعية الخاصة، مثل المعية الخاصة بالمؤمنين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. في الحديث: وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالقرب هنا يراد به القرب الخاص من عباده المؤمنين في صلاتهم وفي دعائهم وفي عباداتهم، هو قريب منهم، يسمع ما يقولون ويرى ما يفعلون سبحانه وتعالى ولا يخفون عليه، فهو قريب منهم وهو فوق سماواته، كما أنه معهم وهو فوق سماواته، فلا تنافي بين قربه وعلوه، فهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. نعم. الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه الآية لها سبب نزول، وذلك أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو قرب خاص، قرب مع علو فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. كان الصحابة في بعض الأسفار يرفعون أصواتهم بالذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا فيه إثبات أن الله قريب ممن دعاه، وقريب ممن ذكره، وقريب ممن عبده. وفي الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي قوله تعالى: فاسجد واقترب، اقترب من ربك سبحانه وتعالى، فهو يقرب من عبده المؤمن في حالة دعائه وفي حالة ذكره وفي حالة صلاته وسجوده، قربا خاصا يجيب دعاءه ويسمع نداءه ويعلم حاله، فلا تنافي بين علوه فوق مخلوقاته وبين قربه من داعيه وقربه من عابده سبحانه وتعالى، وهو ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته ما
لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. نعم، هذا هو المقصود، هذا هو النتيجة من البحث، أن ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، لا تنافي بينهما، وهذا في حقه سبحانه وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يقاس بالمخلوق الذي إذا كان على رأس جبل ولا على سطح الدور العاشر أو الدور 120 فوق عمارة يكون بعيد عمن في الأرض ولا يسمع ولا يرى، هذا في حق المخلوق، لكن في حق الخالق جل وعلا هو فوق سماواته وهو مع عباده قريب منهم، يسمعهم ويراهم ويعلم ما يفعلون، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، فلا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. المخلوق إذا كان على محل مرتفع يبعد عن من تحته، يسمع ولا يرى، لكن الله جل وعلا فوق سماواته ومع هذا هو قريب من عبده، قريب من داعيه، يسمع يعلم السر وأخفى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعلم ما توسوس به نفس الإنسان ولو لم ينطق، وهو فوق سماواته سبحانه وتعالى. هذا عجيب، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. نعم. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. هذا ليس كمثله شيء في جميع نعوته، فلا يستغرب أن يكون الله فوق السماوات وأنه مع عباده يسمعهم ويراهم ويبصرهم وأخفى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعلم ما توسوس به نفس الإنسان ولو لم ينطق، وهو فوق سماواته سبحانه وتعالى. هذا عجيب، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. نعم. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. هذا ليس كمثله شيء في جميع نعوته، فلا يستغرب أن يكون الله فوق السماوات وأنه مع عباده يسمعهم ويراهم ويبصرهم ويعلم ما يفعلون، ويعلم ما تكنه ضمائرهم وما توسوس به أنفسهم، يعلم السر وأخفى، أخفى من السر، أخفى من السر يعلمه سبحانه وتعالى. نعم. وهو علي في دنوه قريب في علوه. هو علي في دنوه، هو إذا دنا فهو علي مرتفع، وإذا ارتفع فهو دني بمعنى قريب، ولا تنافي بينهما في حقه سبحانه وتعالى. نعم. الآن ولله المثل الأعلى، وجد من المخترعات ما يقرب البعيد كأنك تشاهده عنده، إذا كان هذا من عمل المخلوق والله هو الذي خلق هذا الشيء وأوجده، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. أنت الآن تسمع اللي يتكلم في أقصى الدنيا، تسمع حتى همسات صوته، تسمع بواسطة وسائل الاتصال، إذا كان هذا في حق المخلوق واستطاع المخلوق إيجاد هذا الشيء بتقدير الله سبحانه وتعالى وإعانته، فكيف بالخالق جل وعلا؟ يعني شيء عجيب، هذا مما يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه ليس كمثله شيء. إذا كان المخلوق استطاع أن يوجد هذه الآلة التي تسمع بها صوت الإنسان من بعد كأنه إلى جنبه، بل تسمع همسه وصوته الخفي بواسطة تلفون أو بواسطة الإذاعة، وقد تراه من بواسطة الأقمار الصناعية والشاشات معروفة، إذا كان هذا من اختراع المخلوقين وهو لا شك خلق الله سبحانه وتعالى، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء؟ الإنسان لا يكون عنده ضيق عطل أو ضيق نفس، أو يقيس الخالق
بالمخلوقين، تعالى الله عن ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرت حفظكم الله أن الله تعالى يقرب من عبده الذي يذكره قربا خاصا، نرجو توضيح ذلك القرب الخاص، وهل يختلف عن المعية العامة التي هي معية إحاطة واختلافها؟ قلنا إن القرب خاص بالمؤمنين، خلاف المعية فإنها تنقسم إلى قسمين، قسم عام للمؤمنين والكافرين وقسم خاص بالمؤمنين، فالقرب يرادف المعية الخاصة بالمؤمنين. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، لأن كل ما تقربت إلى الله، كل ما تقربت إلى الله بالعبادة فإنه يقرب منك، يقول جل وعلا في الحديث القدسي: من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني عبدي هرولة إذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة، وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فكل ما تقرب العبد إلى الله بالعبادة والذكر والدعاء فإن الله قريب مجيب، يقرب منه قربا خاصا. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، الحديث إن الله قبل وجه المصلي، هل هذا من أحاديث القرب؟ نعم، هذا من أحاديث القرب، هذا من أحاديث القرب، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والله يكون قبل وجه المصلي، هذا من القرب، يقرب من المصلي. نعم. وهل يفهم على ظاهره؟ نعم، يفهم على ظاهره، وش المانع؟ وش المانع من هذا في حق الله سبحانه وتعالى؟ الله على كل شيء قدير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في من يقول إن هذه المعية حق على حقيقتها، وإن العلم من مقتضيات هذه المعية، وإنه لا تفسر المعية بالعلم فقط لأن العلم منفك عن العالم؟ هذه فلسفة باطلة، يكفينا ما قرره الأئمة. أما هذه الفلسفات والحذلقات التي جاء بها بعض المعاصرين، يا أخوان شوفوا، السلف أدق في علمهم وأفهم وأورع وأخشى لله سبحانه وتعالى، فالعبارات التي تركها السلف لا يسعنا أن نأتي بها وأن نحدث، يسعنا ما وسع السلف وما عبروا به، لأنهم خصوصا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعمق الناس علوما وأقلهم تكلفا، فالسلف ما تركوا شيء فيه خير أبدا، وما قصروا في شيء في توضيح العقيدة وتوضيح النصوص وتفسير القرآن، ما قصروا في شيء جزاهم الله خيرا. فعلينا أن نتقيد بعبارات السلف ولا نحدث فلسفات وكلام محذلق كما يفعل بعض المتعالمين الآن، فإن هذا سبب للضلال وسبب للضياع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو تأويل الحلولية لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ قلون استوى معناه استولى، يعني ما عرفتم هذا، تدرسون لكم سنين ولا عرفتم قول الحلولية في الاستواء، قولهم يقولون استولى يعني ملك العرش، استوى على العرش يعني ملك العرش واستولى عليه. نعم. فضيلة الشيخ، أسمعي سبحانه وتعالى، فهل يدل ذلك على جواز التسمي بعبد الرقيب وعبد المهيمن؟ المهيمن هذا صريح في القرآن، وفي وكذلك الرقيب في قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، اسم من أسماء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أيضا في الكتاب أن المهيمن هو الشاهد على خلقه المطلع على أعمالهم، فهل هذا أيضا من معاني المهيمن؟ نعم، بلا شك، المهيمن معناه المطلع والمشاهد لأعمال عباده. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم أن الجهمية فطرهم غير سليمة وأن عقيدتهم فاسدة، أليس ثبت لنا أن كل موجود يولد على الفطرة السليمة؟ نعم، كانوا في الأصل لهم فطر سليمة، لكن خربت بعد الولادة وبعد التربية والتمذهب، قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الجهمية ولدوا على الفطرة، لكن لما تولاهم الملاحدة خربت فطرتهم، ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين. نعم، ففي شك أن الفطرة أصلها سليم،
عند الجهمية وغيرهم، ولكن انحرفت بسبب دعاة الضلال وعلماء السوء الذين تولوا تربيتهم. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، استدل بعض العلماء أن القرب نوعان، عام وخاص. استدلوا بالقرب العام بآيات من القرآن الكريم كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهذه تشمل المؤمن والكافر، وقوله: ونحن أقرب إليه منكم. إيه، لكن الآية في ضمير الجمع ونحن أقرب، لشيخ الإسلام كلام حول هذا، يفهم منه أن المراد قرب الملائكة عند المحتضر، قرب الملائكة عند المحتضر، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فنحن بملائكتنا الذين وكلناهم بقبض روحها أقرب إليه منكم. نعم. لكن قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا لا ينصرف إلا إلى الله جل وعلا، جيب دعوة الداعي إذا دعان، وفي الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا لا ينصرف الله إلى الله. أما نحن أقرب إليه، هذا يحتمل أن المراد الملائكة الذين أرسلهم الله إلى العبد لقبض روحه أو لكتابة عمله، ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه، الملائكة الحفظة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، هل أحد يمسك السماء غير الله بإذنه؟ من قال هذا؟ قال هذا أحد، أن أحد يمسك السماء بغير إذن الله؟ الله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. من اعتقد أن أحدا يمسك السماء غير الله فهو كافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح رد المثبت على المشبه في باب الصفات لأنه تشابه أسماء فقط؟ أسماء ومعاني. نعم، أسماء الله وأسماء المخلوقين مشتركة في الألفاظ ومشتركة في المعاني العامة، لكن الحقائق والكيفيات هذه خاصة بالله عز وجل، الحقيقة الخارجية والكيفية خاصة بالله، أما المعنى واللفظ فإنه مشترك، وهذا ما يسمونه بالمتواطي من الأدلة، والمتواطي هو ما اتفق لفظه ومعناه واختلفت حقيقته وكيفيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بقول أهل الضلالة بوحدة الوجود؟ نعم، ما المراد بقول أهل الضلالة بوحدة الوجود؟ يقولون إن الكون كله هو الله، ما فيه انقسام خالق ومخلوق، كل الكون هو الله، هو السماوات وهو الأرض وهو الحيوانات وهو الدواب والآدميين، بل يعتقد أن هناك غير الله يسمونه مشرك. الموحد عندهم هو الذي يعتقد أن الكون كله هو الله، ليس فيه انقسام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا أكثر مذاهب أهل الأرض، أكثر مذاهب أهل الأرض الحلولية، وحدة الوجود، قول ابن عربي وغيره من أهل وحدة الوجود، هم أكثر أهل الأرض. ما قال كفرهم ولا فرعون ولا إبليس ولا أحد من الخلق قال بقولهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك أدلة تدل على وصول رواد الفضاء وأصحاب الرحلات إلى الكواكب الأخرى؟ الله أعلم. الكواكب الله الذي خلقها ورفعها، وكونهم يدعون هم كفرة، ما يقبل خبرهم. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، كيف بالكافر؟ ما نقبل خبرهم لو قالوا وصلنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أكبر، القمر أم الأرض؟ الله أعلم، أنا ما قستهن ولا أدري، راجع إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقرأ في كتب الكلام أن لله صفة ذات وصفة ثبوت. ثبوت؟ لا، ما في صفة ثبوت، صفة ذات وصفة فعل. صفة الذات مثل اليد والوجه القدم والساق، هذه صفة الذات. صفة الفعل مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والاستواء، هذه صفة الفعل. والكلام هذه صفات فعل. صفات الذات مثل الوجه واليدين والعلم والقدرة والإرادة والعلو، كل هذه صفات ذات. صفات الذات تنقسم إلى قسمين: صفات معاني وصفات أعيان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلزام المعطلة بأن لازم النفي هو العدم، يردون على ذلك أن الجهات حوادث ولا تجوز في حق الله جهة ولا مكان، فكيف يرد عليهم؟ عليهم أن هذا قول باطل محدث. الذي خلق الجهات هو الذي أخبرنا أنه في السماء، أنه في جهة العلو. الذي خلق الجهات هو الذي أخبرنا وأخبرتنا رسله أنه في جهة العلو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلادنا طرق صوفية أدخلت في عقول المسلمين، يقولون لهم إذا جلستم للتشهد في أثناء الصلاة وعند قولكم وعلى عباد الله الصالحين، تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم والصالحين والأولياء في قلوبكم، ويسندون هذا القول لابن حجر في شرح الشمائل عن ابن عباس أنه عند قوله وعلى عباد الله الصالحين تخيل بقلبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل صحيح حصل هذا القول من ابن عباس والإمام الغزالي، وهل يجوز هذا العمل؟ الغزالي؟ ايش دخل الغزالي؟ وش عندك؟ صحيح حصل هذا القول من ابن عباس والإمام الغزالي؟ الغزالي ليس من علماء الآثار، ولا خبرة له بالحديث ولا بالآثار، ولو فرضنا أن هذا القول منقول من الإحياء فالإحياء فيه طوام وفيها حديث موضوعة، لأنه ليس من أهل هذا الشأن، وقد رد عليه العلماء. وأما التخيل، حتى لو فرضنا أن ابن عباس قاله وحاشاه أن يقوله، لكن لو فرضنا أنه قاله فإنه لا يؤخذ بقوله في هذا الأمر، مع أن نبرئ ابن عباس من هذا الشيء، لكن لو فرضنا فهذا خلاف الأدلة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لنا تخيلوا عند قول السلام عليك أيها النبي تخيلوني، أو السلام على عباد الله الصالحين تخيلوا عباد الله، هذا كلام محدث ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن من كلام الرسول فإنه لا عبرة به ولا قبول له، سواء صدر من ابن عباس أو من غيره، مع أني أنزه وأبرئ حبر الأمة من هذا القول. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.